مدام اجتهادنا والفكر متاعنا ورانا المصلحة، أي المصلحة في هذا نعملوه، بمعنى نعتقد أن الدين وجميع الأديان اتجعلت لمصلحة البشر، وبالخصوص الدين الإسلامي اللي نعتبره صالح لكل زمان ومكان، ما يمكنش يعارض أو يعطل أو يعرقل عمل فيه تقدم وفيه رفع مستوى وفيه مدنية. قلنا نتوكل على الله ومنها بعد كده. على كل حال الإنسان يلزم يقوم بالواجب بتاعه، لكن بطبيعة يلزم يهيئ أكثر ما يمكن من أسباب النجاح. ثم ناس ماشي تصادم معهم، هذا لا سبيل إليه، لا سبيل إلى نكرانه، هذوما مشايخ انت الحصر معناها وناس متزمتين، هذا قابلين عليه، قادمين عليه، ما عندهم في نوصله، لأن نفوذهم وسمعتهم وكذا من أعمالهم وقت الحماية وتزلفهم من فرنسا وأعمالهم هذوك خلاص ما احناش خايفين منهم. والفتاوى نتاعهم انت الحصر معناها باش باش المسلمين يمشوا يحاربوا مثل الحصر مع فرنسا، بحيث الناس هذوما قادمين على كونه ماشي يحكموا علينا وماشي يكفرونها، لكن نعرفهم عنهم في نور، لان عندنا سمعه وعندنا تاثير وماضي ومجد وتفكير وعندنا سوابق متخصص معناها. لكن الخوف من الناس البسطاء على حسن نيه اللي معناها تتغلب عليهم الاعتقاد القديم، بمعنى ناس وطنيين يحترمهم متخصص معناها الدين ويعتبروا ان هذا بمعنى تابع جزء من الدين، هذا ملزومين باش نقراو حسابهم، هذوما ملزومين باش نساعدوهم ونخدموهم ونقنعوهم، بمعنى حتى تطمئن قلوبهم، بحيث بينا لهم وان المساله مثل حصل معناها هدايا تحريم منع تعدد الزوجات ما هوش كفر، بمعنى كان شيء حلال منعناه، ما كانش شيء ضروري منعها، بمعنى امر فرض مفروض على المسلم باش يتزوج ربعه يا رسول الله، عنده الحق باش يتزوج، هالحق هذا حددناه. إنسان يشري إنسان ويبيع والشراء بتاع البشر، فهمت الله، البيوض والصود وكذا موجود في القرآن، والحكم الرق والرقيق وشنو حقه وكذا، ومنعناه الرق هذا من قبل من يفنى يفاق الرق اللي هو بمعنى موجود حاجة كانت حلال منعناه، أكثر منع الرق يكفر الإنسان في السنية نتاعو نجم يمشي انت حاجة مشغولة انت حاجة معناه باش يمشي في السنية، يجي القانون البلدي ولا قانون البوليس وتحد يقولوا لا امشي من هوني علي يا ساق، كيف جي علي صار تمشي من هوني علي، بمعنى تحديد شيء حلال حق من حقوق البشر لفايده المجتمع لفايده الجماعه، عمره ما كان هدايا حرام ولا مثل حق الكفر، وقع هذا في صدر هذا، بمعنى نعرف هذه تعرفوها سيدنا عمر في وقت من الاوقات متحكم على وقت الخلافه نتاعو، بمعنى الغاء مسألة الزكاة، مناب الزكاة مناب المؤلفة قلوبهم في الزكاة، موجود في القرآن هذا تم آية لا طيب هاي آية، جاء عمر بن الخطاب قال لا هذه الآية
كانت وقت اللي الاسلام كان ضعيف ملزوم باش يجامل هكا وكل هكا مرمرمين ومنافقين نعاونوه نعملوا احنا ما فعلناش نجيبوهم من تحت ونعطيهم بعض شيء حتى ربي من تحت المنهي يهديهم من تحت ويفتح بصيرتهم. السياسه تقتضي مع ان راجل كان رئيس دوله يحب السياسه اي لكن هالاسباب هذه اللي استنبطها عمر مش موجوده في القران. القران يعطي مناب للمؤلف قلوبهم. قال انا مجتهد في كونه هالمناب هذاك مجعول لشيء فلاني مرتبط بالظروف الفلانيه انتهت هالظروف هذه انا مبطل العمل مبطل العمل هالايه هذه عمر بن الخطاب. لكني ابقى مساله تهيئه الشعب بمعنى الاصلاح لا سيما اذا كان يكون يسبق جانب عظيم من الادمغه بتاع البشر اللي مش وصلت عليهم بمعنى انافون بمعنى سابق لما يتقبله تتقبله هو اصلاح. كيف هذا ثم عقول تتقبل وتفهم اللي من قبل فكر في هالشيء هذا لكن ثم جانب عظيم ما زال. ثم الناس يقول لك لا حتى لين تترقى الناس وتتقدم وتتثقف وتقرا وعندي شايب وكذا وصلها باش نعمل القانون هذا باش يكون منتجم تحصل معناها مع الوضعيه متاع الشعب ومعطيات تحصل معناها الشعب. نقول لا اذا كان مش نمر في الحاله هذه تحب لنا قرون لان المضره قاعده تتوارث شيئا فشيئا. القانون الثوري اللي فيه انقلاب اللي يحب يدفع المجتمع خطوه قفزه الى الامام بمعنى يقتصر يكفي كون يكون منسجم مع اقليه مفكره تعرف الاتجاه تعرف سنه التاريخ تعرف الناشيه بمعنى تصدرك القانون هذاك. هكا القانون هذاك يدز الشعب يدزه الى الامام يزيد في السرعه متاع التقدم يسهل على الشعب يوريه التاريخ لا سيما اذا كان تهيلوا الاسباب وتكونوا الدعايه وتكونوا تحصل معناها تبديل سلم القيم بدعايه مضبوطه اللي تقصر في هاك المده هذيك اللي ما بين الحاله الراهنه اللي موجود فيها الشعب وما بين المستقبل الزاهر اللي نتمناهوه.